دونك كاين علاقه وديه وعلاقه وهذا الشيء كله باش يسهل الماموريه للزبناء من اللي تم الوغ مصوب ايضا نسيتها ولكني ماشي حتما ماشي مهمين معنا واحد البارتنير اللي هو مهم بزاف اللي هو كوليج غسال ماروك ممثل في الرئيسه ديالو المغرب مرحبا بكم الوغ دونك النقطه الجديد هو معنا قطاع جديد اللي غادي ينمي وغادي يطور معنا هذا المغرب. النقطة الثانية هو تنعرفوا باللي هذا المغرب بدا البداية ديالو والآن وصل لواحد المرحلة ديال النضج اللي الحقيقة أنا الناس اللي تعرفوني تعرفوا باللي نظمت معارض أكثر من 30 سنة ويمكن لي نقول بدون اي كومبليسونس بلي هذا من اكبر وانجح معرض اللي تنساهم في التنظيم ديالو. علاش؟ من جهات عدد العارضين اللي المعرض تيفوت 300 عارض وحنا وصلنا ل 400 عارض. هذا في الحقيقه ماشي معطيه لاي واحد. بلي المعرض تيستقطب 12,000 زائر فأكثر في كل دورة. هذا ماشي معطي، هذا من المسائل اللي تتبين نجاح ديال المعرض. الوغ قررنا بما أن القطاع المعرض وصل للنضج ديالو باش ندوزو من دورة حتى 23. المعرض كان تيتنزل في دورة واحدة منذ 2020 انتقلنا إلى دورتين. وذلك لمواكبة سلاسل الموضة. الأكبر المعارض الناجحة في العالم تكون عندهم كوليكسيون برانتون ايتي اوتون ايفير دو زيديسيون. دونك اون اورغانيزي في افريل لا بروميير ايديسيون 2024 اي في ديسمبر اون اورغانيز لا دوزيام ايديسيون 2024 ايغالو. الوغ النقطة الثالثة جديدة في هذا المعرض هو حنا سيرنا الاتجاه اللي غادي فيه اكبر هيئات في المغرب هو اعطاء فرص للمناطق الصحراويه الجنوبيه. حنا قررنا في هذه الدوره باش تكون ضيف الشرف هما المناطق الجنوبيه الصحراويه. غادي نعطيوهم في الحقيقه ماشي غير كلام، غادي نعطيوهم فرصه باش يجيو يعرضوا المنتوجات ديالهم، ولاني حنا مامنين بالبوتنسيال ديالهم. تنعرفوا بلي هاد المناطق هي بوابه افريقيا. حنا غادي نعطيوهم الفرصه باش يجيو يبينوا المؤهلات ديالهم باش يستقطب استثمارات جديده وما احوج القطاع لاستثمارات جديده في النسيج والجلد. الوغ النقطة الرابعة وهي في الحقيقة متصلة بالنقطة الثالثة هو المعرض معروف خاصة بالاكتيفيتي النشاط ديالو التجاري. ابغتيغ دو هاد الدورة التاسعة غادي نجيبو خدا المنظمين خداو على العاتق ديالهم باش يستقطبوا مستثمرين اللي غادي نبينوا لهم شنو هما المؤهلات ديال القطاع، شنو هو اللي مهم بالنسبه في الحقيقه المستثمر يمكن له يتغلب على السعر كامله الا كان عنده السوق. والسوق كاين اولا بفعل سوق داخلي مهم وكاين لي زاكور ديال الشراكه ديال ليبر ايشونج التجاره الحره اللي عقدها المغرب مع مجموعات اقتصاديه اللي مهمه، والاخيره هي ديال لازريكاف مع افريقيا. الوغ النقطه دونك غادي يكونوا ندوات مع هاد المستثمرين اللي استقطبنا حوالي واحد
من 30 حتى 50 انا عندنا 30 اللي كونفيرمي وغادي يجيو باش نبينوا لهم شنو هما